لو انت بتقابلك مشكله وانت بتكتب ارقام التليفونات الموبايل على الاكسل، وانت بتكتب 0 مثلا 010 011 012 وبتكتب الرقم 0، بعد ما بتكتب بعد ما بتخلص الرقم كله بيتمسح لك الزيرو، لان منطقي، لان الاكسل بيبص على الزيرو ان الزيرو ده رقم، والرقم ده على الشمال الصفر على الشمال ملوش اي 30 لازمه. فهو عشان تعمل ايه؟ بص على اللي انا هعمله لك دلوقتي، خليك معايا. كل اللي هتعمله انك تقف على الخليه اللي انت عايز تكتب فيها الارقام، وهي بتبقى جنرال من فوق اهي. لو انت كتبت مثلا 0 10 او 0 1000 مثلا هيتمسح لك الزيرو. كل اللي انت هتعمله انت تقف على الخليه وتختار الخليه دي اللي هي تبقى تكست تكست، وبعد كده تروح كاتب 0 1000 مثلا، اتكتب 0. شكرا جدا ليكم، متنساش تابعني عشان تلاقي يعني خطوات تعرف تفيدك اكتر في الاكسل وتساعدك في الاكسل. شكرا جدا ليكم، متنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة.